شباب أثيذير ببلدية غسيرة جنوب باتنا يخرجون ليلا إلى الشارع الرئيسي في حملة نظافة. مع الشتاء الوديان هذو اللي راهم يطيشوا الطريق الوطني يتسمى يزيدوا يفسدوا المحيط، حنا نحوسوا على النظافه تاع المحيط. البلديه تاعنا عطاتنا تراكتور، عطاتنا لاكاز، عطاتنا كاميو تاع الماء تاع الصهاريج تاع المياه. حاجة أثيذير إلى التنمية قائمة على غرار سكان باقي القرى التابعة لبلدية غسيرة، والمطلوب تعبيد الطرقات وحماية السكنات الواقعة قرب ضفة الوادي. طابي مثل الشوارع اللي تبدي الطريق الوطني 31، الطريق كله يتسمى عندنا غير شارع واحد مخدوم بالطابي. ماذا بينا السلطات تعاوننا في الشيء هذا، يعني الإنارة وعندنا الوادي تسمى قريب يدخل للديار تاع الناس، ماذا بينا يخدموا لنا كانيفو تاع بيطون، الوادي راه واصل للديار. منتخب بلدية غسيرة يجمعون على حاجة البلدية إلى التنمية ويحددونها حسب الأولوية. هي في غسيرة ناقصة جدا، والبلدية رفعت الانشغالات السلطات الولائية، سجلنا العديد من المشاريع خاصة سكنات الريفية التي لم تصلها قنوات الصرف الصحي. بينت العديد من المناسبات تشبع شباب غسيرة بالوطنية تدفعهم روح المواطنة لأداء واجبهم ولو كانت بهم خصاصة.